قبل ما أبلش أحكي قصتي حابة أسألكم سؤال، ويا ريت كل واحد بيكم يفكر بهذا السؤال كلش زين. شنو كانت حتكون حياة كل شخص بيكم لو بمرحلة المراهقة انحرم من نعمة البصر؟ شنو كانت الإنجازات اللي حتحققوها؟ هل كنتوا حتحققون كل هاي الإنجازات اللي أنتم حققيها اليوم؟ هل كنتوا حتكونون موجودين ويانا اليوم أو على هذا الستيج؟ كان عمري 13 سنة، ولأني من الولادة كنت أعاني من مشاكل بالنظر، من مي أبيض، من قصر وما إلى ذلك. كنت متعودة أني كل بين فترة وفترة أقعد الصبح ألقى الدنيا مغوشة. بذاك اليوم اللي قعدت بي ولقيت الدنيا مغوشة، قلت خلاص مثل كل مرة يمكن ساعة ساعتين حيرجع الوضع طبيعي. بس هالمرة أبد ما كانت مثل كل مرة. مر يوم، أسبوع، شهر، شهرين، الوضع ما رجع طبيعي أبداً. بالعكس الغشاوة بدت تزيد يوم عن يوم، لحد ما حجبت عني الرؤية. ما حكيت لأهلي. ليش؟ أكيد كلكم دا تتساءلون ليش. يعني سببين: مرض ضغط العين يبدأ بإضعاف البصر من أطراف العين مو من مركز الإبصار. أنت تكون دا تفقد نظرك وما تحس، ما تحس إنه نظرك دا يروح، ما تحس إنه أنت بعد كم يوم حتصير شخص كفيف، حياتك حتتغير. السبب الثاني: أنا كنت بوقتها طفلة، ما كنت مدركة لخطورة الوضع. كنت لما أتمرض أضم على أهلي، ما أريد أزيد قهرهم، يكفي عليهم قهر احتلال داعش اللي كنا عايشين به. يوم 24/9/2015 كان هذا ثاني أيام عيد الأضحى، كنا رايحين بزيارة لبيت جدي. لأني ما حافظة الديكور هناك، كنت أمشي وأتعثر، أمشي وأتخبط بالحيطان بشكل كلش ملفت. لما رجعنا على البيت انهزمت فوراً لغرفتي، لأن أدري شنو المنتظرني. وفعلاً ورا دقائق لقيت والدتي صعدة علي، ولهسه أتذكر ذاك اليوم كلش زين. صعدت وقالت لي: نور، هو سؤال واحد، أنت دا تشوفين لو لا؟ بوقتها حسيت إنه أنا خلاص تعبت من كثر ما خبيت، تعبت من كثر ما خليت الموضوع بيني وبين نفسي، لازم أشاركهم، لازم أحكي. بس بوقتها ما حكيت. كل اللي صار بوقتها إنه دموعي نزلت. ومن هنا بلشت رحلة العلاج، رحلة من طبيب إلى طبيب، بظل الضعف الإمكانيات الطبية بوقت داعش بالموصل. الرحلة اللي انتهت بفقداني للبصر بشكل كامل. لما فقدت البصر رجعت من الصفر، مثل الطفل اللي توه مولود، الطفل اللي بعده كل شيء ما يعرف. الأشياء اللي كنت أمارسها بحياتي بشكل تلقائي هسه محتاجة أتعلمها من جديد. محتاجة أتعلم شلون أمشي، شلون آكل، شلون أطلع الدرج. ورجعت تعلمت، تعلمت شلون أمشي بدون ما أتخبط بالحيطان، بدون ما أوقع، شلون أصعد الدرج بأأمن طريقة ممكنة، شلون وشلون وشلون، لحد ما رجعت أمارس حياتي بشكل كلش طبيعي. طبعاً هسه أتذكر بموقف كلش باقي بذاكرتي. كنا بزيارة عند الطبيب، كان أكو مريضة قبلي. الطبيب قالها إنه هي دا تعاني من انفصال الشبكية، وإنه هي إذا ما تلاحقت روحها حتفقد بصرها. وقتها أنا كنت بعدني ما فاقدة بصري، قلت بيني وبين نفسي: يا خطية، شلون حتعيش؟ شلون حتكون حياتها إذا راح نظرها؟ يمكن هسه إذا تشوفون هذا الموقف تحسوا شيء مؤثر، شيء كلش حزين. بس أنا لما أتذكر هذا الموقف أضحك، كلش كنت واثقة من نفسي. يعني لا ودا أتحسر على المريضة المسكينة اللي احتمال كلش كبير هي بقت مبصرة وأني اللي صرت كفيفة. طبعاً أحياناً أفكر إنه لو طلعنا من الموصل بوقتها يمكن كانت لقيت العناية الطبية، ما كان راح نظري، كان هسه أني مو كان هسه أني مبصرة مو كفيفة. مؤخراً تعلمت أطرد هاي الأفكار، ما حد جيب لي غير القلق، هي صارت لو حتصير. يمكن لو رجع بي الوقت قبل ما أفقد نظري كل شي حسويه حركز بتفاصيل الأشياء أكثر، حركز بملامحي، ملامح أهلي، حركز بأشياء صارت مقياس إلي بالوقت الحاضر. هذا القميص شنو لونه؟ شوفي هو لونه بلون الطحيني. بالمناسبة الطحيني هي نفسها الراشي، احنا بالموصل نقول طحيني. زين دقيقة، هي الطحيني شلون كان لونها؟
هاي التفاصيل كانت تجي لذهني تلقائياً بأول فترة، ولكن هسه بعد كل هالسنوات الموضوع صار ينراد لفد صفنا. دقيقة خلي أتذكر، هاي الطحينية اللي كنت كل يوم أشوفها على الريوق، شون كان لونها؟ بقائي بالموصل بفترة داعش كان إلا أثر كلش كبير بصنع شخصيتي. إنك تعيش بمدينة يسيطر عليها تنظيم من أخطر التنظيمات بالعالم شي مو عادي أبداً. كان إلي مواقفي اللي أعتبرها انتصاراتي الصغيرة بوجه داعش، مثل رفض لبسي للخمار. تنظيم داعش الإرهابي مثل ما معروف إنه كانوا يفرضون لبس النقاب على النساء، أنا كنت رافضة، خلاص ما حألبسه. بالبداية ما كانوا يحاسبوني كوني طفلة، بعدين لما كبرت صار عمري 14 بدأوا إنه لا، أنت لازم تتنقبين، لازم تلبسين الخمار. مرة كنت رايحة للطبيب للمستشفى أنا ووالدتي وأختي، والدي كان دا يصف السيارة. هناك يلزمنا أحد عناصر تنظيم داعش، قفل، ما تطبون إلا تلبسين نقاب. إحنا بدورنا قفلنا، انطب وما راح ألبس نقاب. وقتها أخذنا على قد عقله، أوكي حنرجع وحلبس نقاب وحرجع يعني مرة ثانية للمستشفى. هو راح، إحنا هناك ونشوف باب الطوارئ فارغ ونطقها بركضة لداخل المستشفى. طبعاً موقف كلش بسيط، بس إحساسي بوقتها ما ينوصف، إنه أنا تمردت عليهم، تمردت على أوامرهم، ما سويت الشيء اللي هم يردوه. دفتري اللي كنت أكتب به خواطري اللي كانت تهاجمهم واللي حتى لو لقوا ما أعتقد حيفتهمون عليه شيء، لأن كنت أتحسس بإيدي على الورق وأكتب. بس مع ذلك حروف M كانت واضحة بكل مكان بالدفتر، واللي ترمز للمقاومة بوقتها. هذا الشيء اللي خلاني أركض للدفتر أضمه بين أغراضي لما أجوي داعش يطلعونا من بيتنا بوقت التحرير أو عمليات التحرير. من الحوادث اللي تركت أثر كلش كبير بشخصيتي حادث القصف اللي تعرضنا لها بوقت داعش لما كانوا يستخدمونا كدروع بشرية. جثث، جرحى، ناس دا تركض بكل اتجاه، البيت دا ينهار فوقك حرفياً، كل هذا دا تواجهه بدون نظر. هسه يمكن لو تشوفون البيت اللي طلعنا منه حتقولون مستحيل أكو أحد طلع من تحت هذا الدمار عايش، ولكن الحقيقة أنه أنا وقرابة 40 شخص طلعنا من تحت هذا الدمار. طلعت من تحت الأنقاض مثل ما طلعت قبلي أمي الموصل من تحت ركام الحرب، بينما العالم كله كان دا يستعد حتى يصلي على روحها صلاة الجنازة. بعد التحرير واجهت تحدي، شن حرجع للدراسة؟ طبعاً ما أحكي لكم صدمة الناس لما عرفوا أنه نور حترجع للدراسة، كأنه مسوية فتشي عظيم يعني ما شاء الله. رجعت اتبعت أسلوب جديد، كانت والدتي تقرأ لي المواد وأنا أسجل صوتها، بالامتحان يخصصوا لي أحد يكتب لي. بلشت بمرحلة الثالث متوسط، درسنا المواد شهرين وامتحنا وجت النتيجة اللي كانت صدمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. غش، غش جماعي. زين يا جماعة الخير، أنا كفيفة، شلون حغش؟ المراقبة اللي تكتب لي هي من غير اختصاص مادة الامتحان، شلون دبرتوها غش؟ طلعت ناشدت حكيت، ماكو أي فائدة كالعادة. رجعت عدت الامتحانات كلها مرة ثانية ونجحت بمعدل 87.8. رغم كل اللي واجهته استمريت، كل اللحظات اللي تعبت بيها، اللي بجيت بيها، اللي حسيت إنه خلاص طاقتي خلصت ما بعد أقدر، استمريت رغم كل النفسيات المريضة اللي واجهتها بطريقي، كملت. وأنا حالياً طالبة جامعية بكلية الآداب قسم الإعلام مرحلة ثانية ومستمرة وما حأوقف إن شاء الله. خلينا نرجع شوية لفترة الإعدادية. فترة الإعدادية كنت بالرابع إعدادي، رجعت للبيت لقيتني والدتي بخبر أكو إذاعة جديدة حتنفتح بالموصل، محتاجين مقدمات برامج. واو، أجتني الفرصة. أنا من وقت داعش كنت أسمع راديو لأن ما كان أكو وسائل ترفيهية، وصار حلمي إني أدخل مجال الإعلام، وهسه أجتني الفرصة لحد يمي، أضيعها؟ أكيد لا. فوراً رحت راسلتهم، حددوا لي موعد المقابلة، وفعلاً تمت المقابلة وقبلوني. هنا تحدي جديد، شلون حطلع ببرنامج حواري بث مباشر بدون أي خبرة وأنا بعدني طفلة 16 سنة؟
طالبة إعدادية. أستسلم؟ أكيد لا. بقيت، كان أمامي أسبوع، بقيت أتدرب بيني وبين نفسي بالبيت، ألزم فرشة الشعر على أساس ميكروفون، أسوي روحي دا أخذ اتصالات، وأسوي روحي المتصل والمذيعة بوقت واحد. بقيت أتدرب لحد ما يوم 7/2/2018 طلعت بأول حلقة إلي ببث مباشر ببرنامج حواري. ما حقولكم إنه كانت حلقة بيرفكت 100%، كان أكو أخطاء هواي، ولكن بمرور الوقت بالممارسة قدرت أتجاوزها. كل هاي الإيجابيات نور، زين وين السلبيات؟ المكفوفين دا يشتكون سلبيات وسلبيات، زين وينها؟ انتظروا جايتكم. ككفيفة واجهت كثير تنمر، تمييز. الشخص الكفيف بمجتمعنا لازم يكون شخص عاجز، لا يدرس، لا يشتغل، لا يتزوج ويكون عائلة، لا يسوي أي شيء، لازم يكون مبهذل، لازم أنت ما تهتم بشكلك. إذا حب يسوي شيء يعني هم تكرموا وحصروا بالمجال الديني فقط، يعني ما أنت ما يحق لك تسوي أي شيء غير المجال الديني. يعني حتى بداية شغلي بمجال الإعلام كانوا حاصريني بالبرامج اللي تهدف لبث الأمل، برامج تهدف لاستضافة أشخاص من ذوي الإعاقة. شنو؟ أنت كفيفة، هاي البرامج اللي لازم تقدميها بغض النظر عن شنو أنا أحب. أوكي، هي برامج كلش حلوة، كلش حلوة، وكلش استفادت أنا من البرامج اللي قدمتها من هذا النوع، بس ممكن يكون أنا عندي اهتمامات ثانية. بالمقابل أي حركة أسويها يعتبروها واو إنجاز. دا أغسل مواعين، أو واو دا تغسل مواعين، إنجاز عظيم. دا أتمشى بالبيت بأمان الله، تعرف الطريق وحدها، سبحان الله، عجيب، إن شاء الله كلش عجيبة. دا أحط مكياج ودا أرتب شكلي، هاي أكيد عندها قدرات خارقة. أما إذا شافوني لازمة تليفوني ودا أتصفح إنترنت، هنا لا، هنا خلاص ماكو شيء اسمه ناطق لذوي الاحتياجات الخاصة، ماكو شيء اسمه تطور تكنولوجي. هنا أنا صرت دا أكذب عليهم، أنا أشوف بس دا أضحك عليهم. طيب وش بيها؟ شبيها إذا طلعت بنشرة أخبار لو برنامج حواري أو ممكن برنامج سياسي؟ شبيها إذا أنا حطيت مكياج، اهتميت بشكلي كأي بنية طبيعية واشتغلت بالبيت؟ شبيها إذا أنا لزمت جيتار، عزفت وغنيت؟ اليوم عمري 19، عمر الظلام 6 سنوات. اليوم أنا لا اشتغلت بقنوات فضائية معروفة وصار لي اسم على مستوى العراق، ولا أخذت شهادات عليا وصرت دكتورة جامعية، ولا تعلمت أعزف على آلة موسيقية، ولا حققت كثير من طموحاتي. بس بالمقابل أنا مو نور الضعيفة بنت 13 سنة اللي كل اللي يشوفها يشفق عليها. أنا نور الطالبة الجامعية اللي أي شخص يسمع بالمرحلة اللي وصلت لها بدراستها ينبهر. مقدمة البرامج اللي تطلع بالبرامج الصباحية المسائية والاجتماعية كأي مقدمة برامج أخرى. قبل كل هذا أنا نور البنية العادية اللي تتمكيج، تهتم بملابسها بشكلها، تطبخ، تشتغل بالبيت كأي بنية ثانية بعمرها. قبل فترة انسألت سؤال، أنت أحد قايلك قبل أنت شقد حلوة؟ جاوبت بكل بساطة، ما محتاجة أحد يقول لي أنا شقد حلوة، ولا منتظرة من أحد يقول لي أنا شقد حلوة. مو غرور ولا شوفة نفس، ولكن أنا شلون حكون حلوة بعين الناس إذا ما كنت حلوة بعين نفسي أولاً؟ الكل شخص عنده إعاقة. اليوم رسالتي مو لكم كأشخاص سليمين مبصرين، اليوم رسالتي لذوي الإعاقة. نظرة المجتمع إلك نابعة من نظرتك لنفسك. أنت إذا كنت شايف نفسك بنظرة انتقاص، شايف إنه أنت ما من حقك تدرس، ما من حقك تتعلم، ما من حقك تشتغل، ما من حقك تتزوج وتكون عائلة، لا تجي بعدين تلوم المجتمع لما ينظر لك بنظرة انتقاص. ليش؟ لأن مثل ما قلت لك، نظرة المجتمع نابعة من نظرتك أنت لنفسك. حب نفسك بكل عيوبك، بإعاقتك، بسلبياتك. كن واثق إنه أنت حالك حال أي شخص يحق لك كل اللي يحق له، كل اللي يحق للمبصرين والأشخاص السليمين يحق لك. وحتشوف المجتمع شلون غصبا عنه حيحترمك ويقدرك ويسوي لك مكان،
وحيحسب لك ألف حساب، ومو فقط ذوي الإعاقة، حتى أنتوا كأشخاص سليمين. دائماً حبوا نفسكم بكل عيوبكم بكل سلبياتكم. قبل ما أختم، شغلة بسيطة أحب أنوهلها: ماكو شخص حلو وشخص ما حلو، أو شخص ناجح وشخص فاشل، بس أكو شخص ما عرف قدر نفسه، أهمل نفسه وما عطاها حقها، وأكو شخص ثاني حب نفسه مثل ما هي، عرف قدرها وقيمتها، عطاها حقها وثق بنفسه، وبالتالي قدر إنه يحقق شيء لنفسه وللمجتمع، قدر إنه يوصل رسالته اللي هو انخلق لأجلها، قدر إنه يترك بصمته بالحياة. وشكراً لكم.